وبعد حادثة سقوط سقف ابتدائية ببلدية بوتليليس في ولاية وهران، خرجت الطفلة نهاد صاحبة 7 سنوات من مرحلة الخطر بعد خضوعها لعملية جراحية ناجحة على مستوى الرأس. رعاية ومتابعة صحية خاصة من فريق طبي ذو كفاءة عالية حظيت بها الطفلة نهاد، وتعاطف كبير أحيطت به عائلتها التي عبرت عن امتنانها لوقوف الجميع. أعطيت الكلمة سواق. دخلت الاستجابات الطبيه، كانت في حاله حرجه والحمد لله تحسنت الحاله تاعها، راه في حاله جيده. نشكر السلطات المحليه والطاقم الطبي والشعب الجزائري اللي ساندنا في هذه المحنه. كما كتشوفوا رانا مع البنت نهاد اللي راهي في تحسن جميل والحمد لله. كانت دخلت لنا في وضعيه هارجه في دون ان كوما، والحمد لله بفضل الاطباء الجراحين وبفضل الميغوشيغ ولي سيسيس ولي غيانيماتور سيغتو هي، والحمد لله راهي. وما ننسوش ثاني كاع الاعوان الشباب الطبيين والاداره والاعوان اللي كانوا معنا، الحمد لله هي لا في صحه جيده وريت تهضر معانا، وراهي كل يوم راهي معانا، طلع عندها صباح نهضر معاها الحمد لله. في موضوع اخر انطلقت